أهلا بيكم في المحاضرة السابعة في سلسلة الإكويل، طبعا تحت رعاية EUB، جهد مشكور ليهم. يعني بدأت السلسلة، يعني بنفنش تقريبا أو يعني بنخلص أهو السلسلة. فهنتكلم النهاردة على الساب كوستال فيوز، ودي المحاضرة اللي أنا كنت مأجلها من الأول. يعني هي المفروض دي تكون بداية المحاضرات بعد الانترودكشن، نبدأ بالساب كوستال فيو لأن ده أول فيو بنبدأ بيه في البيدياتريك، لكن أنا ما حبيتش إن أنا أبدأ بيه لأن حقيقة الساب كوستال فيو محتاج شوية اكسبيرينس أكتر، محتاج نكون اتكلمنا عن الكونجينيتال أكتر. فبالتالي أعتقد إن تأجيله وإن هو يبقى دلوقتي هيبقى أسهل بكثير جدا 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 في استيعابه من لو بدأنا بيه في الأول، غير إن كان هيبقى فيه شك كده، لأن السبكوستال فيو من الحاجات اللي محتاجة تخيل شوية، ومن أصعب الفيوهات اللي عشان تجيبها بإيدك محتاجة وقت في الممارسة وبراكتس أكتر. يمكن الأبيكال فيوز أسألهم هي والباراسترنال، لكن أصعبهم السبكوستال والسوبراسترنال. طيب، هو الساب كوستال مهم؟ اه مهم. اولا ده نتميز بيه غالبا معظم الادلت مش بيحبوا او مش بيبداوا بالساب كوستال او مش بيشتغلوه قوي، واللي بيبقى فيهم بيشتغل ساب كوستال بيبقى متميز عن باقي الادلت ان هو بيعرف يشوف ساب كوستال كويس. فالساب كوستال مش اي حد بيشوفه، واحنا بالنسبه لنا في الاطفال مهم جدا. مهم ليه؟ مهم لكذا سبب. اول حاجه لانه هو بدايه الفيوز الأولى خالص، أول فيو هتشتغل بيه على البيشنت هو الفيو ده، وبالتالي ده الفيو اللي هتشوف فيه، يعني هتبدأ تشوف فيه الليجنز، هتبدأ تنتربريت الوضع مع البيشنت عامل إزاي. ففيو مانداتوري جدا هو البداية. تاني حاجة، الفيو ده ايديال في حالات البوست اوبراتيف اوبن هارت سيرجريز. اللي شاف فيكو اللي يعني حضر في رعايات ما بعد القلب المفتوح بعد الاوبن هارت سيرجري، بيبقى الشيست وول فيه اديما، وبتبقى الشيست ويندوز شويه صعبه ان انت تجيب منها ايبيكال فور او باراسترنال، غير ان البيشن بيبقى الجرح طبعا عليه بلاستر بشكل كبير، في درينز وعليها بلاستر نفس الكلام. فعشان تجيب نقطه كده تعرف تشوف منها الهارت بيبقى الموضوع صعب. فالساب كوستال فيو من افضل الفيوهات او من الفيوهات اللي بنلجأ لها في هذه الظروف. انت مش هتعرف تشوف ايبيكال، مش هتعرف تشوف باراسترنال، اتليست مش هتعرف تجيبه ايديال، ولو جبته في تفاصيل كتير ممكن ما تعرفش تجيبها. فالساب كوستال فيو هو فيو ايديال في الوضع ده، لاني انت بعيد عن الشيست خالص، مفيش شيست قديمه، مفيش درينز، مفيش وونز، فانت بعيد جدا، فبالتالي تقدر ان انت تشوف كويس. ثالث حاجه، ودي الكلمه اللي نتميز بيها بشكل رسمي صرف عن الادلت، هي ان احنا بنعمل بيه سيجمنتال اناليسز. وحقيقي هنا الادلت ما بيفكروش في السيجمنتال اناليسز. ويعني ايه سيجمنتال اناليسز؟ سيجمنتال اناليسز يعني تقول هو مين الشامبر دي، ده الرايت اتريوم ولا ده الليفت اتريوم، ده الار في ولا ده ال في، ده الاورتا ولا ده البالمونري. وما تاخدش الموضوع باستهزاء شويه، او يعني اللي هو دي حاجه سهله، لا دي من اصعب الحاجات، لان ببساطه مش معنى ان الرايت اتريوم هو على اليمين فده بقى الرايت اتريوم، لا ما ممكن يكون ده الليفت اتريوم، ومش معنى ان الليفت اتريوم او ال في مثلا على الشمال فيبقى هو ده ال في، لا ممكن يكون على الناحيه اليمين. يعني مثلا لما يبقى في ديكستروكارديا وميرور ايمج، انت الليفت اتريوم هيبقى مكان الرايت اتريوم، والرايت اتريوم هيبقى مكان الليفت اتريوم، ولخبطه يعني مش عايز اقول لك. حد تاني تقول ما سهله، طب ما انا اشوف الاس في سي والاي في سي داخلين فين يبقى ده الرايت اتريوم، والبالمونري فينز داخلين فين يبقى ده الليفت اتريوم. لا ما هو برضو كونجينيتال مش بالبساطه دي، احنا عندنا توتال انومالس بالمونري فينس ريتيرن، كل البالمونري فينز رايحين ناحيه الرايت سايد، هتلاقي الليفت اتريوم مش داخل فيه حاجه اصلا، ده بالعكس انت ممكن تشوف البالمونري فينز داخله فين، الرايت اتريوم اللي هو اصلا المفروض ما توصلوش. فبالتالي هتقول ايه ده الليفت اتريوم عشان دخله البالمونري فينز، لا فده مش دي العلامه اللي هنقول بيها. طيب بالنسبه للفنتركلز مثلا،
انت شايف فينتريكل مطلع اورطه، فتقول ايه؟ اه ده يبقى ده ال ال في، ما ال ال في مطلع اورطه على الشمال. لا، طب ما في حالات مثلا الكونجينيتالي كوركتد، سوري، في حالات مثلا التي جي ايه، ما انت عندك ال ال في هيطلع بالمونري، يبقى مش شرط ان انا عرفت ان ده بالمونري يبقى اللي طالع منه هو، يبقى هو طالع من الار في، مش معنى ان ده اورطه فهو طالع من ال ال في. لا، اي حاجه ممكن توصل مع اي حاجه، ممكن ال في يطلع بالمونري عادي جدا، ما هو ده التي جي ايه والاورطه، والبالمونري يطلع من ال في، ار في يطلع اورطه العكس، وال في يطلع بالمونري. فاذا برضو مش دي العلامه اللي هنفرق بيها. تاني حاجه، هو ده البالمونري ولا ده الاورطه؟ وفي الايكو الموضوع ما بيبقاش واضح بالشكل اللي احنا متخيلينه، لازم ابقى عارف لاند ماركس معينه، ابقى عارفها اقول ان ده الرايت اتريوم وده الليفت اتريوم، ده الفنتركل مين ليفت ومين رايت، ده الاورطه ولا ده البالمونري. لان كل حاجات الديكستروكارديا والايزوميريزم والسيستي جي اي والدي تي جي اي كلها يعني بتنطبق على السلايد دي. ومش بس كده، يعني انا مش بس لازم اعرف ان ده الليفت اتريوم، لا، هو المفروض ان الليفت اتريوم يدي الليفت فنتركل، فسميه اتريو فنتريكولار كونكوردنس، يعني في تناسق على مستوى الاتريوم والفنتركل. دي الكلمه اللي بنشوفها في الايكو دايما في الاول، يعني بعد سيتاس سولتاس ليفوكارديا بنلاقي جملتين كده في الايكو مكتوبين اتريو فنتريكولار كونكوردنس اند فنتريكولو ارتيريال كونكوردنس. يعني انا شايف ان الليفت اتريوم بيدي ال ال في ده الطبيعي، والرايت اتريوم بيدي الار في وده الطبيعي، فهم كده متناسقين فكونكوردنت مع بعض. لكن لو الرايت اتريوم مثلا بيدي الليفت فينتريكل، لا، يبقى هم كده ديس كونكوردنت، غير متناسقين. نفس الوضع على مستوى الفينتريكل والارترز، المفروض ان ال ال في يدي اورطه، طب ال ال في ادى اورطه، ده كده متناسق، فده اسمه فينتريكلو او فينتريكولار ارتيريال كونكوردنس، في تناسق ما بين مستوى الفينتريكل والجريت ارترز. طب لو حصل العكس، ال ال في طلع بالمونري، لا، هنا كده فينتريكولو ارتيريال ديس كونكوردنس، ده مثلا التي جي اي. كل الكلام المعقد ده لازم تطلعه في الساب كوستال، يعني قبل ما تطلع من الساب كوستال تروح بقى للايبيكال وتروح، لازم تكون فهمت العيان ده سيتاس سوليتاس ولا ده ديكستروكارديا ولا ده ايه، عشان لما تطلع فوق الدنيا ما تبقاش بالوضوح ده. فهو الساب كوستال فيو خلق من اجل السيجمنتال اناليسز، وده بيفرق الكونجينيتال ايكوكارديوجرافر من الادلت كارديوجرافر، وده برضو من الحاجات اللي بتفرق الايكوكارديوجرافر الشاطر الكونجينيتال من اللي هو لسه بيبتدي. طيب الساب كوستال فيو بنبداه ازاي؟ اولا البيشنت نايم عادي في وضع السوباين زي اي ابدومينال اكزامينيشن، لان احنا الويندو بتاعتنا هي الابدومين، فزي زمان ما كنا بناخد في البطنه عشان نعمل بالبيشن للابدومين، انت ممكن تخلي البيشنت يتني ركبته، فبتعمل ريلاكسيشن للانتيريور ابدومينال ماسل وول، فبيبقى انت بالنسبه لك سهل جدا ان انت تحرك البروب على الابدومين بتاعت البيشنت. النقطه دي مهمه، لان مثلا لو في اطفال اول ما تلمس السكين بتاعه يقوم عامل جاردن كده، يقوم شادد بطنه جامد، مش هتشوف اي حاجه حرفيا، فلازم يبقى بطنه لاكس، فمن الطرق تخليه يتني ركبته. طب هو تنى ركبته وعمال يشد برضه، تبدا ان انت تشتته، طلع له فون يلعب بيه، تقعد تساله اي اسئله كنوع من انواع التشتيت وانت شغال، بحيث ان انت تحيد تركيزه عن ان هو يعمل جاردنينج للابدومين. دي مثلا مشكله برضو في الانفانت الصغيرين، يعني بالذات سن شهرين 3 شهور بيبقى عندهم دايما انفانتايل كوليك وديسكيزيا بقى وايه حزق، فبيبقى فيه انتيرور ابدومينال وول دايما في جاردنينج، فده برضو ديفيكولتي بتقابلنا واحنا بنعمل ساب كوستال فيو. فتحاول بقى ان انت تتغلب عن كده، مثلا تدي البيبي باسيفاير، ممكن ياخد فيلينج شويه بحيث ان هو ينام، يعني يدخل في النوم، ياخد سيديشن، يعني فيو مش بالبساطه دي، لازم تكون الابدومين لاكس، عشان ما تحطش على ابدومين ريجيد وتقول انا مش شايف حاجه والمشكله في البروب ولا انا اللي مش حاطط البروب صح، لا، هو بس البيشنت شادد نفسه. طب هحط البروب فين؟ جاست بلو زيف ستيرنم، يعني عند الزيف ستيرنم كده بالظبط هتحط البروب. والدايركشن بتاعنا مبدئيا هيبقى عند الساعه 3، اللي هي تقريبا اكتر ساعه بنحط عليها البروب، ولو تتذكروا
هي الساعة 3 برضو اللي حطينا عندها الإيبيكال، الإيبيكال 4 والإيبيكال 5 فيوز برضو بتبقى عند الساعة 3. طيب إحنا هنقسم السب كوستال فيوز لمجموعات. هنبدأ بأول مجموعة من الفيوز هنسميها سايتس فيوز، ممكن يعني ده ترم انا اللي ممكن مخترعه او ممكن قريته، يعني مش عارف يعني، بس انا حابب ان يتقال عن اول 3 فيوز هنجيبهم في السب كوستال فيو هو السايتس فيوز، يعني نسميها كده عشان يبقى في لغة واحدة، سايتس فيوز. هو يعني ايه سايتس اصلا؟ سايتس جاي من كلمة سايت يعني موقع، يعني انت هدفك تشوف موقع القلب ايه، او موقع حاجات معينة هنتفق عليها ايه. فلما نقول مثلا سايتس سوليتس، سايتس سوليتس كلمة أول كلمة بتتكتب في تقارير الإيكو، سايتس سوليتس يعني إحنا المقصود بيها إن الليفر موجود ناحية اليمين، الإسبلين موجود ناحية الشمال، الاستومك ناحية الشمال، وما يتبعهم من الكاردياك ستراكشرز اللي هو الأورطة ناحية الشمال، الأي في سي ناحية اليمين، وهكذا. فالسايتس سوليتس يعني الشمال شمال واليمين يمين، الدنيا معدولة وتمام، يعني العين ده مش مثلا ايزوميريك، مش مثلا الجنب عنده ليفت والجنب اليمين ليفت برضه، ولا الجنب اليمين يمين والجنب الليفت يمين برضه، ولا هو مقلوب معكوس اللي هو بنسميها سايتس انفيرسس، يمين شمال وشمال يمين، الليفر الناحيه العكس، استومك الناحيه العكس، الهارت في ديكستروكارديا وميرور ايمج. يعني هدفنا في الاول 3 فيوز ان احنا نشوف الدنيا معدولة ولا مقلوبة بالبلدي خالص. عندنا 3 حركات بنعملهم، يبقى أول حاجة في الساب كوستال كاتيجوري كده اسمها سايتس فيوز، عبارة عن 3 حركات. أول حركة فيهم الستاندردز اللي هي بنحط البروب بالشكل ده زي ما أنتم شايفين بالظبط. أنا هنا النوب المفروض هنا عند الساعة 3، وأنا حاطط البروب عمودي كده على الأبدومين بتاعت البيشنت، ولا عامل تلتا أنتيرور ولا بوستيرور ولا باصص يمين ولا ليفت، زاوية 90 درجة من كل الجهات مع الأبدون. طيب بعد ما أعمل الحركة دي أول حركة، فدي هشوف بها فيو معين هنشوفه دلوقتي. بعد ما أعمل الحركة دي هبدأ ألف النوب، تبقى عند الساعة 12 ألفها كده البروب، بدل ما هو البروب كان كده ألفه بالشكل ده وأخليه عند الساعة 12. وهو عند الساعة 12 هعمل بصة ناحية اليمين تلت أنتيريور، تلت رايت، هجيب الفيو التاني، تلت ليفت هجيب الفيو التالت. يبقى التلات فيوز دول فيو عند الساعة 3 واتنين فيو عند الساعة 12، واللي هيفرق الفيوهين بتوع الساعة 12 هو ان انا هبص يمين ولا شمال. انا عارف ان تحس الموضوع معقد، هيتبسط دلوقتي. طيب خلينا في الستاندرد فيو، احنا في اول 3 من السايتس فيوز، ان انا حاطط البروب كده عند البيشنت كاني مشاور على السباين بتاعته. فتخيلوا ده الزيف استرنا اهو، وانا حاطط البروب هنا. فتخيلوا ان انا لو بزاويه 90 درجه بالشكل ده، يعني بزاويه قايمه، انا المفروض ما اشوفش اي حاجه في الهارت خالص. بصوا كده انا الليفل بتاعي، انا ما لمستش الهارت. فطبيعي عشان نبقى فاهمين، انا لما هشوف، انا هشوف كده ابدومينال ستراكشر، انا تقريبا الحته دي بس اللي موجوده من الثوركس والباقي كله ابدومين. فهشوف هنا بقى ايه، ليفر، هشوف ستومك، في الاخر ممكن اشوف الابدومينال اورطه، اشوف هنا الفيرتبري او السباين، اشوف الاستراكشر اللي رايح للهارت من يعني خلال الدايفرام اللي هو الاي في سي الانفيرور فينا كيفا، وهكذا. اذا مش متوقع في الفيو ده ان انا اشوف اي كارديك تشامبر. لو شفت اي كارديك تشامبر من الفيو ده اعرف ان انت كده مش ستاندرد، لا مش ده، انت ممكن تكون باصص لقدام شويه، يعني ممايل البروب وباصص كده. لا انت لو زاويه 90 بالظبط فانت كده مش هتجيب اي كارديك ستراكشر، انت جايب فيو ابدومينال صرف. طب ايه الصورة بقى اللي هتبقى موجودة؟ هتبقى بالمنظر ده، شايفين التكتشر الكبير ده الموجود ده الليفر الكبير ده، ده الليفر اللي هو بالشكل ده، وزي ما انتم شايفين مكانه ناحية اليمين، يعني مكانه ناحية اليمين اهو، ومش مكمل ناحية الليفت. يعني في بيشنتس مثلا الايزومريزم تلاقي الليفر مستعرض كده، بنسميه ترانسفيرس ليفر، اخد من اليمين للشمال، ما تعرفش تقول مثلا ده يمين ولا شمال. فاول حاجه الليفر. طيب تاخدوا كده بالكم من الحته دي، تمام، اللي هي مش معمول عليها لاند مارك في الصوره دي، اللي هي الحته دي اللي هي بتبقى لونها اسود كده شويه، ده دي الاستومك. ده فيو مهم جدا، ان انا لما اقول ان الليفر
يمين والاستومك شمال. ده معناه ان البيشنت ده عنده ابدومينال سايتس. ابدومينال سايتس يعني الابدومين بتاعته كل حاجه في مكانها، ليفر يمين والاستومك شمال، يبقى انا كده ابدومينال سايتس. طيب هبص بعد كده على تو فيزلز هيدوني فكره عن بدايه الكارديك ستراكشر. اول واحد الاورطه، والاورطه بيكون ناحيه السباين من الناحيه الشمال، والاي في سي بيبقى ناحيه السباين من الناحيه اليمين. الحاجه الثانيه لو تلاحظوا هنا هتلاقوا ان الاي في سي كولابسبل، يعني تحس كده ايه مع النفس بيكولابس ويديستند تاني مع النفس بالشكل ده، ده عشان نفرق الاي في سي. تاني حاجه الاي في سي بيبقى جوه الليفر، يعني الاي في سي ده ستراكشر من الحاجات اصلا اللي بتعمل سبورت الليفر، شقق الليفر في النص كده، عشان بس تبقى عارف مين الاورطه ومين الاي في سي. فالاي في سي كولابسبل، هتلاقي الاورطه لا مش كولابسبل، لا يعني ارتريال ستراكشر اكيد مش هيكولابس يعني مع الانسبيريشن، ده في بالسيشن الضغط فيه مثلا 120 80 180، مش شويه نفس هواء طالع وداخل هيعملوا له كولابس. لكن الاي في سي لا، ده ستراكشر سين وولد فين عادي، فطبيعي ان هو يكولابس ويديستند مع التنفس والانسبيريشن وكده. فيبقى الاورطه ناحيه الشمال، انا لقيت دايره اهي مش كولابسبل مع النفس، فهقول ان دي الاورطه ناحيه الشمال، ولقيت ستراكشر داخل في الليفر وبيكولابس فهقول ان ده الاي في سي. طيب ايه يعني اهميه ان انا اشوف ان الاورطه شمال والاي في سي يمين؟ لان المفاجاه ان الاتريوم البوس اتريوم يتبعوا الاورطه والاي في سي، بمعنى مفيش علامه غالبا هنفرق بيها ده ليفت اتريوم ولا رايت اتريوم الا بدول. بمعنى ايه؟ لو انا لقيت الاورطه تو ذا ليفت يبقى الليفت اتريوم فوق از تو ذا ليفت برضه، يعني لو لقيت الاورطه شمال هو كده الليفت اتريوم فوق شمال. انا لما هطلع فوق واتفرج على الكارديك ستراكشر مش هقعد افاصل واقول ده الليفت اتريوم اصل ده الابندج بتاعته عامله كده وفي بالمونري فينز وناحيه الشمال وده الرايت اتريوم. لا، لقيت الاورطه شمال يبقى الليفت اتريوم فوق شمال، طب لقيت الاورطه يمين يبقى الليفت اتريوم يمين. الاي في سي نفس الكلام، الاي في سي كورسبوند تو رايت اتريوم، لقيت الاي في سي يمين يبقى الرايت اتريوم يمين. طب لقيت الليفر الناحيه الثانيه والاي في سي داخل فيه الناحيه الثانيه شمال، يبقى الاتريوم اللي هلاقيه ناحيه الشمال هقول عليه رايت اتريوم. فنقول عليه ايه؟ رايت اتريوم بنسميه ليفت سايدد رايت اتريوم، يعني هو رايت اتريوم لكن مكتوب ناحيه الشمال. فالنقطه دي مهمه، فانت عود نفسك على الشكل النورمال ده، على الشكل النورمال ان احنا عندنا هنا السباين اورطه شمال اي في سي يمين، والليفر موجود هنا والاستومك الناحيه الثانيه، وده من اسهل الفيوهات اللي هتجيبها. يعني اوعى تفتكر ان الموضوع صعب، هي اللخبطه بس لو حظك يعني سيء شويه ان تلاقي الدنيا معكوسه بقى، يعني لا هي تلخبط حتى البروفيشنالز يعني، فما تتضايقش يعني. طيب تاني حركه هنعملها بعد ما كنا زاويه عمودي كده والبروب ناحيه الساعة 3، هنبدأ نخليه عند الساعة 12 ونبص بصة يمين وبصة شمال، يعني بعمل تلت. أنا عند الساعة 12 أهو، بصة يمين بصة يمين بصة شمال بصة يمين بصة شمال. طب أنا لما أبص على اليمين بالمنطق كده هشوف إيه؟ أنا كأني بالوقفة اللي أنا وقفت عند الساعة 12 وقفت عند السباين بالظبط، السباين اللي هو في النص او الفيرتيبرال كولم، يعني تحت كده هنا كده في الفيرتيبرال كولم. فلو بصيت يمين بالمنطق هشوف مين، الاي في سي ولا الاورطه؟ في النورمالي ريليتد هلاقي الاي في سي. طيب لما ابص شمال هشوف الاورطه، يبقى انا جبت فيو في الاول اللي هو الستاندرد شفت فيه الاي في سي والاورطه الاثنين. طب انا بقى عايز كل واحد لوحده، فهلف البروب 90 درجه. طب انا عندي ستراكشر كان دايره، الاورطه دايره والاي في سي دايره، فالبروب عامل كده وحولته 90 درجة، يبقى اللي كان دايرة هلاقيه شبه التيوب، واللي كان تيوب هلاقيه بقى دايرة، هيبقى المنظر كده. ادي الاي في سي اهو، ده الاي في سي اهو، انا بصيت ناحية اليمين فالاي في سي اللي كان مدور ده واللي بيكون لابس في الليفر لا هفتحه بقى ايه بطوله كده، بطوله هلاقي الاي في سي بالشكل ده. برضه نفس الكلام، عامل ترانسفيرس للليفر، ادي الليفر اهو، ادي الهيباتيك فينز مش مشكله، لكن المهم ان ده الاي في سي تمام، وده الكلر اهو بيبان بالشكل البلو ده لان
الفلو رايح اوي فروم ذا جروب، تمام، وده الرايت اتريوم. هو الاي في سي هيدرين فين؟ في الرايت اتريوم. انا مش محتاج منك في الفيو ده غير ان انت لما تبص يمين اتاكدت ان ده الاي في سي. انت ممكن تبص يمين تلاقي الاورتر، يبقى ده الدنيا معكوسه. فهتبص يمين هتشوف الاي في سي. طيب لو بصيت شمال، يعني انا اهو بصيت يمين لقيت الاي في سي، خلاص بقى اقوم باصص الشمال هلاقي مين بقى؟ الاقي الاورتر. نفس الكلام، ادي الديسندنج اورتا كله اهو، ادي الليفر هنا، تمام ماشي، وادي الديسندنج اورتا. الايكوجينيك قوي دول اللي عمالين يلمعوا، دي الفرتبرال كولم، يعني دي الفرتبرز، دي فرتبري واحد ودي اتنين، العامله شاده دي، العظم ايكوجينيك جدا. وده منطقي لان الديسندنج اورتا هو ستراكشر ماشي شويه، او يعني تو ذا ليفت تو ذا سباين، يعني حتى في الفيتال ايكو عشان نجيب الاورتا يقول لك دور على السباين، دور على السباين هتلاقي الديسندنج اورتا قدامه على طول. فدي الديسندنج اورتا اهو، ولو مشيت معاه المفروض ان ده الليفل بتاع الدايفرام. فانا كده كنت ابدومينال ديستندنج اورتا، وبعد كده لما دخلت في الليفل بتاع الهارت الاستراكشرز عماله تنقبض اهي، يبقى انا دخلت في الثوراسيك ديستندنج اورتا. وادي كمان القرش اهو، يعني ده القرش اهو، فانا جايبه من تحت بقى، يعني انا مش جايبه معدول، لا انا باصص عليه من تحت. فمنطقي ان انا هشوفه بالشكل ده التيوبيول، لان انا دلوقتي قلبت الجروب 90 درجه، بدل ما انا اخده جايبه دايرتين وقطعه هو كده وانا قطعه كده وباصص عليه من هنا فهلاقيه دايره، لا انا جايبه بقى بالطول. فشوف الديسندنج اورتا بالشكل ده. لاحظ هنا الفلو بيبقى لونه احمر، دي نقطه مهمه جدا. الحاجه الثانيه ان انت بتشوف فلو في السيستول ويختفي في الدايستول، يعني بتلاقي احمر بيروح وبيجي زي حد كده بيعمل فلاش. النقطه دي مهمه لان ليها امبليكيشن كتير جدا. هل مثلا ده احمر طول السايكل؟ يعني سيستول ودايستول احمر ما بيختفيش، مش بيعمل فلاش، ده مثلا معناه ان في كوارك. طب هو بيدي احمر في السيستول ويديني ازرق في الدايستول، ده معناه ان في دم معكوس، ريفرسال فلو، ده كده في شنط كبيره زي مثلا لارج بي دي اي، لارج اي بي ويندو، سيفير اورتيك ريجرج. امبليكيشن بسيط، حتى انا عامل على القناه فيديو بس عن الابنورمال ويف بتاعت الابدونال اورتا، يعني ابدونال اورتا بس انت حاطط الفيو كده من شكل اللون ده تعرف تخمن او تتوقع ايه الليجنز اللي قدام اللي انت هتشوفها وانت طالع. انا كده خلصت الثلاثه فيو الاولانيين اللي هم سميناهم مع بعض سايتس فيو. تعال نراجعهم كده، دول الثلاثه سايتس فيوز. انا بعيد عن الهارت بشكل كبير في النص، ما عملتش اي حاجه ناحيه الهارت، انا باصص على الفرتبري ابدومينال، هدفي ان انا اشوف الاورطه هو اليمين ولا الشمال والاي في سي. بعد ما شفت الكلام ده هقوم اخلي البروب عند الساعه 12 واقوم باصص بصه يمين فاشوف الحته دي اللي هي الاي في سي بالشكل ده وهو شاقي الليفر وداخل على الرايت اتريوم. وبعد كده اقوم راجع تاني واقوم معنا عند الساعه 12 ابص شمال فاشوف الديسندنج اورطه. لاحظوا هنا ان انا شايف الاورطه والاي في سي الاثنين على الترانزفيرس كات، يعني شايفهم سيركولر، لكن لما بدات اعمل عند الساعه 12 شفتهم لونجيتيودنال او تيوبولر لان جايب طولهم، يعني انا ماشي بارلل ليهم، يعني الاورطه ماشي كده وانا حاطط البروب كده فهلاقيه تيوب. طب انا لو الاورطه اهو وعامل البروب عكسه عليه 90 درجه يبقى انا هاخده بكاتس بقى، هيبان بالسيركولر الدايمتر بتاعه. طب انا خلصت الثلاثه سايتس فيوز اللي هي سب كوستال، يبقى دول اول ثلاثه. احنا كده تقريبا خلصنا تلت المحاضره بالثلاثه سايتس دول. طيب النقط بقى اللي احنا شفناها دي قلنا ايه؟ زي ما قلنا ان الاتريال سايتس فولو الابدومينال سايتس. اوعى تفكر ان انت هتفرق الرايت اتريام مين من الليفت اتريام مين، ان ده ناحيه اليمين وده ناحيه الشمال، لا، ولا ان ده عنده ابندج فينجر لايك لكن ده ابندج برود، لا، ولا ان انت هتشوف البكتينيت ماسلز، الكلام ده خيال علمي، ولا ان انت هتحدد بالاي في سي والاس في سي وده البالموناري فينز، لا، ولا هتحدد ان الرايت اتريوم بيدي الار في، كل الكلام ده مش بنحدده لان الكلام ده كله ممكن يبقى معكوس. الاي في سي مين؟ يبقى الاتريوم اللي انا ناحيه اليمين از رايت اتريوم، الاورطه شمال يبقى الاتريوم اللي ناحيه الشمال هو الليفت اتريوم. اذا بالمعلومه دي بكتب في التقرير من تحت سايتس سوليتس بس، من غير ما اعرف الفينتركلز ازاي، يعني انا على هذا الاساس بقول ان البيشنت سايتس، يعني الابدومينال والاتريال اخبارهم ايه؟
سوليتس مكانهم عادي، يمين يمين شمال شمال، او لو معكوسين هقول سيتس انفيرسس، او لو الجنب اليمين زيه شبه الجنب اليمين فهقول سيتس امبيجوس، انا مش عارف افرق الاثنين شبه بعض، اقول مثلا رايت ايزومريزم ليفت ايزومريزم، فدي الفروقات. المهم ان احنا نبقى عارفين النورمال عامل ازاي. طيب ده الفيو اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، كل اللي فات ده كان في الفيو رقم واحد، ان انا حاطط الجروب زاويه 90 درجه. طيب انا بقى عايز اشوف الهارت، فالهارت فين؟ الهارت هنا اهو في السوركس، فابدا اعمل تلت للبروب انتيريور، يعني انتيريور تلت، يعني بنزل البروب الديل بتاعه بنزله لتحت كاني ببص لفوق، ما منطقي، ما انا السوركس والهارت فوق، هبدا اميل البروب لفوق عشان اشوف الاستراكشر. هنا بقى انت هتاخد قط في الهارت نفسه، فهتبدا تشوف فيوز، وخلينا نقول ان الفيو التاني ده قريب جدا او يشبه جدا الابيكال فور تشيمبر فيو. فشايفين اهو انا بدات اقوم معلل عامل تلت البروب كده لفوق، فهبدا اقطع كارديك ستراكشرز، انا خلاص ما بقتش زاويه 90 درجه، فانا بعدت عن الابدومين. كل الفيوز بتاعتي هلاقي هنا حته من الليفر، ودي هتبقى لاند مارك ان ده سب كوستال فيو. يعني انت مثلا في امتحانات مثلا الايكوال بورد والحاجات دي، اول ما تشوف الليفر يبقى انت كده داخل من السب كوستال، ده الويندو بتاعتك، انت اي مكان هتروح فيه سب كوستال هتلاقي دايما ان انت معدي على الليفر. طب بعد الليفر ايه بقى؟ كارديك ستراكشر. طيب هنشوف ايه بقى؟ هنشوف فيو شبه الابيكال فور بالظبط. انا من تحت شفت الاورطه ناحيه الشمال، يبقى الاتريوم ده هو مين؟ هو الليفت اتريوم. طيب انا تحت برضو شفت ان الاي في سي ناحيه اليمين، يبقى الاتريوم ده مين؟ ده الرايت اتريوم. طيب انا شايف ان هنا في اي في فالف وهنا اي في فالف، هل في اي علامه تقول ان ده المايترال او الترايكوسبيد؟ لا، هنشوف قدام ليه قلنا ان ده مايترال فالف وده ليه ترايكوسبيد، لان مش معنى ان الليفت اتريا الليفت اتريوم ده يبقى ده المايترال، لا، ممكن ده يبقى الليفت اتريوم وده يكون الترايكوسبيد عادي جدا. في استراكشر مهم جدا، ادي الليفر اللي احنا قلنا عليه ده، اي سب كوستال فيو لازم هتلاقي الليفر فيه يعني مرخم علينا كده. هنا استراكشر مهم جدا هو الانتر اتريال سيبتوم اللي انتوا شايفينه هنا بالظبط، اللي هو ما بين التو اتريومز، وده مهم ليه؟ لان ده الفيو اللي هنشوف فيه الاي اس دي. اوعى اوعى تطلع من السب كوستال وتروح لايبيكال وباراسترنال من غير ما تكون حكمت البيشنت ده عنده اتريال ديفكت ولا لا باي شكل من الاشكال، لان ده الفيوز او السب كوستال انت هنا بارلل للانتر اتريال سيبتم، فده اكتر فيو هتشوف فيه ديفكت. شايفين مثلا هنا في الكلر هتلاقي ان الحاجز هنا مانع ان يبقى في حاجه داخله من الشمال لليمين او من اليمين للشمال، فهنا مفيش ديفكت، هنا انتكت انتر اتريال سيبتوم. الموضوع ده مهم لان في الابيكال فور بيحصل حاجه اسمها دروب اوت، يعني بتلاقي فيه ديفكت كده موجود، ما بقاش عارف ده وقع من البروب لان انا عمودي عليه ولا ده ديفكت اصلي، فايه اللي هيحكم معايا؟ السب كوستال. اذا الاتريال ديفكت مش هيبان غير في السب كوستال فيو. طيب لو تفتكروا معايا في الابيكال فور تشيمبر فيو، اول محاضره في الايكو اخذناها، لما كنا جايبين ابيكال فور تشيمبر فيو وكنا بنقول هنعمل تلت انتيريور، ايه الحاجه اللي كنا بنشوفها؟ الابيكال 5، انا هنا عند الفنتريكلز وطلعت انتيريور سنه، فهبدا اشوف مين؟ الاورطه. نفس الكلام هنا بس باورينتيشن مختلف، هنشوف بعد ما اعمل انتيريور حاجه مقابله للابيكال 5 فيو اللي انا كنت شايفه فين؟ في الابيكال 4، هلاقي هنا ال LV وهنا الار في، وهنقول ليه احنا قلنا ده ال في وليه ده ار في، وده الانتر فينتريكولار سيبتم وده الاورتيك فالف ما قبله ال في او تي اللي هو ليفت فينتريكولار اوتريت تراكت، وما بعده هو الاورطه، فعشان كده بنسميه ال في او تي فيو. والفيو ده مهم جدا لو هنا في في اس ديز هتبان، لو في اي مشكله كاورتيك ستينوزيس هتبان، سواء سب اورتيك ميمبرين، في سوبرا اورتيك ستينوزيس، في اورتيك ستينوزيس نفسه، فدي هتبان. النقطه الثانيه والملحوظه المهمه ان انت وانت بتعمل تلت انتيريور اول حاجه قابلتها مين؟ هو الاورطه مش البالمونري. يعني مثلا في التي جي اي الفيو ده بنحط فيه البروب ازاي؟ هو طيب ممكن نرجع ثانيه،
هو يا جماعه انا يعني براسترن سب كوستال عادي وعامل بس تلت انتيريور بس بالشكل ده الانيميشن او الشكل ده ريال لايف، مجرد بس ان انا مايل الجروب كاني ببص لقدام هلاقي الفيو ده، وبعد كده ابص قدام سنه اكتر هلاقي الفيو ده اللي هو ال في او تي. النقطه اللي كنت بقولها ان انت مهم جدا ان انت تشوف هنا ان اول برانش ظهر مع عملت التلت هو الاورطه مش البالمونري. طيب فين البالمونري؟ البالمونري هو الاستراكشر ده اللي انا عامل عليه لاند مارك هنا الصغير ده. طب انا عرفت قلت ليه ان ده اورطه؟ عشان شكله اورطه، مفيش حاجه اسمها كده، لا ده اورطه. طب ليه قلت ده ليه ما يمشيش بالمونري؟ اولا دايما الاستراكشر الهاير هو ده الاورطه. يعني بمعنى ايه؟ انا عندي جريد ارتري اهو الاسود ده، وادي جريد ارتري تاني اهو، هو مين الهاير عن التاني؟ ده الهاير، واللي تحته ده اللي هو مش باين فيه كلر قوي هو ده اللور. يبقى اللي فوق دايما الارش واللي تحت دايما البلمونري. خلي بالكم ان انا هنا مش شايف مثلا نيك برانشز بتاعت الاورطه، يعني مش شايف مثلا ليفت كومن كاروتد، مش شايف البريكو كفالك، مش شايف ليفت سب كليفيان، فمش عارف اقول ان ده الاورتيك ارش وده الاورطه، ولا شايف البالمونري مقسوم للبرانشين بتوعه الرايت والليفت فاقول ان ده البالمونري. لكن هنا في علامتين اقدر اقول ان ده الاورطه، اول علامه ان هو هاير ذان البالمونري، ثاني حاجه ان في كروناري هنا. دي يعني مش دايما بتبان، لكن السليت الاسود ده اللي انا بشاور عليه بالليزر ده كروناري، والكورونري لاند مارك لان ده اورطه، لان الكورونري يعني مش هيطلع من البالمونري غير في حاجات معينه. لكن خلينا متفقين لو انا لقيت الكورونري بالشكل ده هقول ان ده الاورطه مش ده البالمونري. اذا انا اول فيزل لقيته هو الاورطه. نرجع للايبيكال فيوز، اول فيو هو الايبيكال فور البلدي اللي هو اللي احنا شفناه من شويه اللي هو ده يقابله ده الفيو ده. طيب عملت انتيرو شويه في الابيكال 4 طلع لي الابيكال 5 اللي انا شفت فيه الاورطه فهو ده برضه. طب عملت تلت انتيرو اكتر متوقع هتشوف ايه بالمنطق كده؟ شوف بقى البالمونري، هو كان الابيكال 4 هو نفس الكلام، انا واقف عند الابيكس وعمال اعمل تلت 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 فلقيت ايه الكارديك الفور كارديك تشامبر تلت انتيرو اورطه تلت مور انتيرور البالمونري، هو نفس الكلام هنا. فلو عملت تلت انتيرور هلاقي بقى هنا ايه البالمونري بالشكل ده، هلاقي ال ال في بالشكل ده تمام شبه الدايره كده، والشكل ده مهم جدا، وبلاقي الار في محوطه كده كانه لافف عليه رابنج ذا ال في. فهنا ده الانتر فينتريكولار سيبتم، ودي فرصه كويسه ان انت تشوف لو في ماسكولار في اس ديز بتبان في الحته دي، وهنا الار في او تي رايت فينتريكولار اوتر تراكت، وهنا البالنوري فالف اللي هو بيفتح ويقفل هنا بالشكل ده. في كذا ملحوظه في النقطه دي. اول حاجه ان انت ال ال في هنا شكله سيركلر، بمعنى ايه؟ ان السيبتم مايل او يعني بوينج كانه مزوق ناحيه الار في، ده معناه ان ال ال في بريشر اعلى من الار في بريشر. طب ليه بتقول الكلام ده؟ لان في بيشنت بتلاقي ال ال في مش جاي هنا بميل كده، تلاقيه عامل دايره، فبنسميه دي شيبد ال في، دي على حرف الدي، هو جاي من ما بينه وبين الار في كده، معنى كده ان البريشر على الشمال قد البريشر على اليمين، فالاثنين لما هيزقوا بعض من هنا ومن هنا البريشر متساوي، هيبقى ال في عامل كده. طب لو ال في البريشر بتاعه اقوى من الار في فهتلاقي ال في الفطه من ناحيته عامل كده بالشكل ده، الشكل السيركولر كده. طب ده معناه ايه؟ ان العين ده غالبا مش بالمونري هايبر تنسل، عشان ممكن في الحضانه بالذات في حالات البي بي اتش ان بفيو زي ده يديك ان دايركت ساين ان في بالمونري هايبر تنشن ولا لا. لو السيبتم كونفكس وال ال في سيركولار بالشكل ده يبقى ده غالبا يعني على الاقل ان الار في بريشر مش اعلى من ال ال في بريشر، يعني مش بي بي اتش ان. فدي نقطه مهمه. النقطه الثانيه ان انا شايف هنا لو في صب بالمونيك ستينوزيس، في بالمونري ستينوزيس هيبان، صبرا هيبان، في بي دي اي بيبان فلو جاي هنا احمر، يعني الفيو ده برضو مهم جدا في الحاجات دي. طبعا بركز على الايزنشيالز مش الكونجينيتال، يعني لو ركزت على الديفكتات وكده فيعني ايه هنقعد بقى ايه سنه، انا بركز على البيزكس وبحاول ادي هنت عشان الموضوع ما يبقاش ممل بس. يبقى انا كده خلصت
مجموعة الفيوز التانية. أنا أول كاتيجوري اللي سميناها سيتس فيوز، اللي هما ثلاثة فيو، بشوف في ليفر وسباين، ابدومينال اورتا واي في سي، وبعد كده ابص يمين اشوف اي في سي، ابص شمال اشوف اورتا. كده دول خلصوا. الثلاثه اللي بعدهم البروب هو عند الساعه 3، هعمل تلت انتيريور. هفتكره ازاي؟ هو شبه الايبيكال فيوز، اربعه تشامبر في الاول، انتيريور شويه يطلع الاورتا، انتيريور شويه يطلع البالمر. يبقى خلصنا اول مجموعتين 3 في 3. كده احنا خلصنا تقريبا 80% من المحاضره، يعني اللي باقي حاجات بسيطة جدا، هو بس جزئية صغيرة خالص بس محتاجة برضو تركيز. طيب نراجعهم كده. ادي الستاندرد سب كوستال فيو، بنسميه لونج اكسس، في ناس ممكن تسميه كرونال، يعني ايا كان. في ناس بتقول عليه الانتر اتريال سيبتم فيو، يعني كلها مسميات. المهم انت بتلاقيه غالبا شبه ايه الابيكال فور، ويعني ملحوظه برضو عشان يعني ما تستغربش شويه، مش دايما بتشوف الاي في فالف وبتشوف الفنتركلز فيو، ده وارد جدا ما تشوفش غير البوس اتريمز والانتر اتريال سيبتم، فما تقولش ده ازاي، ولا عادي ممكن يعني يتشاف بالشكل ده. هعمل تلت انتيرور شويه هشوف الاورطه بالشكل ده، طب انتيرور اكتر هشوف البالمونري. يبقى انا في الفيو الاولاني انا كنت باصص كده زاويه 90 درجه، هبدا ابص لقدام عشان اشوف الهارت من تحت، فهتلاقوا هنا الليفر ويندو مشتركه في كل الفيوز، وهلاقي في الاول مفيش جريد ارتريز، بص انتيرو شويه اورطه، بص انتيرو اكتر بالمونري. اتفقنا ان ده مهم عشان اقول مين البالمونري ومين الاورطه. انا كده حددت الاتريوم مين اليمين ومين الشمال بالاي في سي والاورطه، وحددت الاورطه مين والبالمونري مين، مش بشكل الفالف ولا عشان الاورطه طالع من الشمال والبالمونري طالع من اليمين، لا طبعا. هنا حددنا بحاجتين، ان الاورطه هاير ذان البالمونري فده يبقى ده الاورطه، تاني حاجه ان في كورونري طالع من الاورطه فده الاورطه، او من الجريت ارتري ده فده هنقول عليه اورطه. كده انا باقي لي معلومة لسه ما جبتهاش في السيجمنتال اناليسيس في السب كوستال فيو، هي الفنتريكل مين الليفت ومين الرايت. انا كده عرفت الاتريوم اليمين شمال مين، وعرفت البوس ارترز، لسه لي الفنتريكلز. طيب وانا في السب كوستال فيو تمام، هبدأ اعمل روتيشن. احنا كده دلوقتي فين؟ اللي اخدناه دلوقتي اللي هي الحركة رقم 2 اهي. احنا هناخد 3 حركات او 3 كاتيجوريز في الساب كوستال. اول كاتيجوري اللي هي السيتس اللي هي زاويه 90، تاني كاتيجوري اللي هي هبدا تلت انتيرو شويه اللي هي ايبيكال فور اورتا بالمونري. طب تالت 3 بقى اللي هم الثلاثه الاخر اللي هي الخطوه الثالثه، بدل ما هعمل تلت لا انا هرجع كده وابدا اعمل روتيشن الف البروب. انا هنا كنت عند الساعه 3، هبدا الف البروب تدريجي لغايه ما النوب تبقى عند الساعه 6 هنا. طب ما بين 3 و6 هشوف ايه؟ بس السؤال في حد بيقول لي يعني عايز فيو للليفل اورتا ان هو اعلى، مش عارف هو مش واضح في الفيو اللي انا جبته، يعني الفيو اللي فات هنا. هو ده البالمونري يا جماعه، يعني ده البالمونري، هو المفروض ان البالمونري طالع من الار في هنا كده وحاوت كده، الاورطه طالع فوقه لان الاورتك ارش بيحصل تحتيه البرانشنج بتاع البالمونري، يعني الاورتك ارش عامل كده اهو والبالمونري تحتيه. ما ينفعش البالمونري يبقى فوق الاورت، ما ينفعش، هو لازم يبقى فوقيه. فانا لو لقيت اول فيزل كده هو الاعلى من الفيزل اللي تحتيه، يبقى اذا ده الاورت خلاص، يبقى انا قلت ان انا ده الاورت. لقيت كونفرميشن ساين تانية ان في كورونري هنا، لكن ده كده ده البالمونري. وبعدين انت لما بتعمل، وعشان انا يعني عامل فيو مش سويب، يعني انت لو باصص سويب كده هتشوف الاورطه، وبعديه لما تعمل سويب هتلاقي البالمونري كده، انت هتشوف ان الليفل ده اعلى من الليفل ده، فخلاص يبقى المين بالمونري ده او المين قصدي جريت ارتري ده البالمونري، لان هو في ليفل اقل من مستوى الاورطه.
والمفروض الأورطة يبقى فوقه. طبعا if you are lucky enough ان انت تشوف ال two branches بتاعة البلمونري artery، ويعني عشان كنت صريح معاكم مش بشوفها قوي في النورمال بيشنت، يعني ممكن لو الحالة تي جي ايه اشوف البلمونري branches اوضح في السب كوستال في الفيوز اللي فاتت دي. فانا لو لقيت يعني من العلامة الثالثة غير ان الأورطة فوق البلمونري وان الاورطه بيطلع منه كرونري، ان انا اعرف البالمونري ان هو بيتقسم يمين وشمال، فالاورطه ما بيتقسمش يمين وشمال، هو الاورطه قرش مكمل ديسندنج اورطه وطالع منه 3 برانشات صغيرين، نو واي ان انت تشوفهم، يعني ممكن نشوفهم شويه في النيونيت او البري تيرم، ممكن تشوفه سب كوستال بس صعب، يعني الاغلب ان انت تشوفه سوبرا ستيرنال، فالخطوه دي مش هتشوفها دلوقتي. والسوبرا ستيرنال انت مش هتشوف الاورطه، هتشوف البرانشات بتاعته لكن مش هتشوف هو طالع منين، يعني مش هتعرف تشوف الفنتريكل لما ناخد سوبرا ستيرنال وتشوف منه الاورطه، فانت ما قدامكش حل ان انت تحدد مين الاورطه ومين البلمونري غير واحنا دلوقتي يعني سب كوستال، انت تشوف الاورطه هاير او تشوف البلمونري ببرانش او تشوف الكوريا طالعه من البلمونري. ممكن في الابيكال والباراستيرنال يخدمنا حته ان البلمونري بينقسم لبرانش يمين او شمال، دي هتخدمنا. ممكن في اخر المحاضره اوريكم حاله تي جي ايه، وانا مش حاططها على السلايد بس ممكن افتحها من الاركايف بتاعي عشان تفهموا انا يعني قصدي ايه، اتمنى يعني ان اوصل يعني ايه ما اعطلكوش يعني. طيب نرجع لاخر كاتيجوري الثلاثه، هي دي اخر حاجه ما فيهاش غير 2 فيو هنخلصهم في 2 دقيقتين بالظبط، يعني خدوا نفس كده احنا خلصنا الصعب، هو الحاجه اللي جايه دي ما فيهاش حاجه خالص يعني خلصنا يعني. طبعا ان انا بلف البروب من الساعه 3 للساعه 6 بلف يعني بعمل سويب، وانت رايح من 3 ل 6 بتقابل فيو، وعند الساعه 6 بتقابل فيو، فهنا بنشوف 2 فيوز بنسميه سب كوستال شورت اكسس. هو انا ليه شورت اكسس؟ لان انا قلبت الفيو خالص، يعني انا كنت هنا ماشي مع الاكسس بتاع الهارت فبسميه لونج اكسس، انا الفيكتور او الاكسس بتاع الهارت كده وانا ماشي بارلل ليه يبقى انا كده لونج اكسس. ميلت البروب 90 درجة بدل من عند الساعة 3 خليته عند الساعة 9، يبقى أنا عملت إيه؟ أنا كده قطع الهارت بشكل شورت، يعني الهارت الأكسس بتاعه عامل كده أنا مش باصص عليه كده. رقم 2 أنا باصص عليه كده أنا موزي ليه فبسميه لونج أكسس، يعني أنا ماشي مع اللونج أكسس، لكن أنا عملت البروب 90 درجة فأنا باخد كاتس شورت أكسس، لأن أنا باخد كاتس أنا ماشي كده ساجيتال فيوز ساجيتال، لكن رقم 2 كرونال او لونج اكسس، رقم 3 سب كوستال شورت او ساجيتال. طيب الفيو المهم اللي انا هشوفه وانا بلف البروب ان انا ببص على حاجه اسمها شورت اكسس للتو فينتريكلز. طيب ايه هدف الفيو ده؟ ان انا بقى اعرف ده ال ال في ولا الار في، وهنا المعلومه المهمه ان انت هتفرق ان ده ال ال في لما تفرق ان ده الميترال، وهتفرق ان ده الار في لما تفرق ان هو ده الترايكوزبيد. اذا الاي في فالفز الميترال والترايكوزبيد يتبعون الفنتريكل ولا يتبعون الاتريوم، يعني مش معنى ان ده الليفت اتريوم يبقى اللي شابك فيه ده الميترال خالص، لكن لو ده الميترال يبقى 100% اللي شابك فيه ده ال في، ولو ده الترايكوزبيد يبقى 100% هو ده الار في. اذا من الطرق السهله والبسيطه اللي انا اعرف منها مين الار في مين ال ال في ان انا اشوف مين ده مايترال ولا تريكوزبيد، يعني هو في فرق ما بين المايترال والتريكوزبيد اقدر افرق. اول حاجه لو تلاحظوا هنا في الفيديو ده ان التريكوزبيد لان هو عنده تريكوزبيد يعني عنده 3 كوزب، فعنده كوزب اسمها سيبتال كوزب. يعني ايه سيبتال؟ يعني شبكه في الانتر فينتريكولار سيبتم، فهتشوفوا التريكوزبيد بالشكل ده اللي هو الورده اللي عماله تفتح وتقفل دي، وهو شابك في الانتر فينتريكولار سيبتم عشان عنده حاجه اسمها سيبتال كوزب او سيبتال ليفلت، فتلاقيه في الانيميشن ده هو ماسك سيبتم. فانا اول ما اشوف الشكل ده هقول ان ده التريكوزبيد فهقول ان ده الار في، فيعني بالمنطق يبقى ده ال في وده الميترال. طيب الميترال بقى لا، الميترال عشان هو تو ليفلتس بس anterior و posterior هو ملوش septal leaflet، هو ما بيوصلش للسيبتم، يعني مش هتلاقيه في الشورت اكسس ماسك في السيبتم، هتلاقيه دايره عامله بالشكل ده.
وبيفتح ويقفل بالشكل ده، تمام؟ والسبتم جنبه هنا هو ما يعرفوش، يعني هو مش ماسك فيه، لكن الترايكسبيد ماسك في السبتم، عمال يقفل وينقبض وهو ماسك في السبتم، لكن الميترال هو عامل كده وعمال يفتح ويقفل، يفتح ويقفل، يفتح ويقفل، والسبتم جنبه هو ما يعرفوش اصلا، مش ماسك فيه. اذا لو انا لقيت الميترال بالشكل، فالف بالشكل ده مش ماسك في السبتم، فهقول ان ده ميترال فالف، فهقول ان ده ال ال في. لو لقيت فالف شبه الورده اهو ماسك في السبتم وبيفتح وبيقفل ولازق في السبتم، فهقول ان ده الترايكسبت، فهقول ان ده الار في. يبقى انا كده كملت الصوره بتاعتي، عرفت مين الاتريوم من الاي في سي والاورت، عرفت مين الفنتركلز من الترايكسبت والميترال، عرفت مين مين اورطه ومين بالمونري بالبرانشز بتاعت البالمونري، مين ان الاورطه هاير ليفل زان بالمونري، مين الكرونرز اللي طالعه من الاورطه، يعني اي حاجه تطلع فيهم تقدر توصل. وكمان قدرت اقول ان كده ناحيه الشمال الليفت اتريا من ناحيه الشمال، ال ال في ناحيه الشمال، فكده في اتريو فينتريكولار كونكوردنس، وشفت ان ال ال في ناحيه الشمال والاورطه ناحيه الشمال برضو، فيبقى كده في فينتريكولو ارتيريال كونكوردنس. يبقى انا شايف كده الدنيا مظبوطه. طيب انا كده عملت اكسس شويه ناحيه، زي ما قلنا احنا كنا زاويه عند الساعه 3 وبعمل روتيت لغايه الساعه 6، ففي الوسط كده لقيت مين؟ لقيت الشورت اكسس ده اللي هو التو فينتركلز، وحكمت عليه بالشكل اللي انتوا شايفينه. في نقطه يعني واضح ان انا نسيت اقولها بصراحه، معلش هرجع لها تاني. لو انتوا شايفين هنا الايبكس بتاعت الهارت ناحيه الليفت، عشان كده انا بقول ان ده كده ليفوكارديا، لكن لو لقيتها الناحيه التانيه بقول بقى ان دي ديكستروكارديا، فيعني دي نسيتها معلش. برضو نفس الكلام الايبكس ناحيه الليفت اهي، دي الايبكس وورد الليفت سايد، فده ليفوكارديا. فانا كده بالمعلومات اللي انا شفتها دي هكتب في التقرير الجملتين المشهورتين بتاعتنا، اول كلمه سايتس سوليتس ليفوكارديا، السطر الثاني اي في اند في اي كونكوردنس، السطر الثالث نورمالي ريليتد جريت ارتريز. هما الثلاثه دول بتوع السيجمنتال اناليسيز. بعدهم بقى تبدا تكتب في التقرير بقى ايه الانتر اترال سيبتم، انتر فنتريكولار سيبتم، الاي في فالز، الكلام ده. نرجع تاني الحته اللي انا نسيتها، انا كنت شورت اكسس وبدا ايه الف البروب لغايه ما اوصل عند الساعه 6. عند الساعة 6 بالظبط ده الفيو الأصعب في الكونجينيتال اللي بنسميه البايكيفال فيو. أنا دلوقتي عند الساعة 6 بقاطع الرايت اتريوم بالاستراكشرز اللي داخلة فيه من تحت ومن فوق. أدي الرايت اتريوم أهو، وأدي السبيريور فينا كيفا، وأدي الانفيريور فينا كيفا. وده الرايت اتريوم، فأكيد ده هيكون الترايكاسبيد فالف، وهنا هيكون الليفت اتريوم، وما بينهما الانتر اتريال سيبتم. وكذلك هنا لو في اي ديفكت هنا هيبان، فده هيبقى ديفكت له علاقه بالاي اس دي، سواء اي اس دي سيكوندم او سوبيريور ساينس فينوسس اي اس دي او اي في سي، يعني انفيرير فينوسس اي اس دي. يعني اشوف هنا اكتر من نوع من الاي اس دي. انتوا طبعا عارفين ان الاي اس دي انواع، مش كله اي اس دي سيكوندم، في اي اس دي بريمم، اي اس دي سيكوندم، في ساينس ديفكت. فهنا هقدر اشوف الكلام ده، هقدر اشوف الاس في سي كويس، اشوف الاي في سي هنا، ممكن في الفيو ده اشوف الانومالس بالمر فينس ريتيرن، لو في فين ابنورمال فين داخل في الاي في سي او في الاس في سي، الاس في سي هقدر اشوفه. يبقى انا كده خلصت الشورت اكسس فيوز. يبقى يعني تراب اب، يعني نجمع كده اللي احنا شفناه، هو اول حاجه الثلاثه سايتس فيوز اي في سي واورطه، بصيت يمين اي في سي، بصيت شمال اورطه، بعد كده الساب كوستال لونج اكسس فيو تيبيكال او ستاندرد، بعد ما عملت تلت انتيريور شايف الفور تشامبر، تلت انتيريور اكتر شفت الاورطه، انتيريور اكتر شفت البالموناري. وبالمناسبه في الفيو ده ممكن تعمل مع التلت انتيريور سنه شويه روتيشن كلوك وايز مع عقارب الساعه كده عند الساعه 4، يعني لو انت عند الساعه 3 ممكن ما تشوفش اول بالمونري فالف، خليها عند الساعه 4 سنه بسيطه، هتلاقي البالمونري فالف فتح معاك. واخيرا التو سب كوستال شورت اكسس، بجيب شورت اكسس على الفنتركلز عشان اشوف مين مايترال مين ترايكاسبيد،
واوصل عند الساعه 6، يعني ده مثلا بيبقى عند الساعه 4 او مثلا 5، لكن اول ما اوصل عند الساعه 6 بزاويه 90 درجه تاني، تمام، بشوف بقى الباي كيفل فيو، سميناها باي كيفل لان انا شايف تو كيفل فينز، الاي في سي والاس في سي. شويه تيبس نراجع بيها الحتت السيجمنت الاساس الرخمه كده، خلصنا الاورتيك فالف، الاي في فالف اللي هو الاتريو فينتريكولار فالفز فولو ذا فينتريكل نوت ذا اتريوم، يعني لو لقيت ان ده ميترال وعرفت ان ده الميترال، اذا انا هستدل عليه بالفينتريكل ان ده ال في مش ملوش علاقه بالليفت اتريوم. When you identify tricuspid, this means this is the RV, not the RA. ملوش علاقة بال RA. بره الموضوع. ايه اللاند مارك بتاعت التريكوسبيد فالف؟ ليه لاند مارك كتير، بس يعني بالسبكوستال فيو هي الستال اتاتشمنت. Right atrium identified by presence of IVC on its same side. يعني الـ IVC مين؟ يبقى ده الناحية اليمين right side. الأورطة بيقرش لكن البلمونري بيبرانش، ودي جملة يعني ايه ممكن نحفظها كده. الاورطه بيقرش، يعني دي دايما لفظ يعني متعارف عليه شويه، ان الاورطه في الكونجينيتال، يعني مين الارتر اللي بيقرش ومين الارتر اللي بيبرانش، فاللي بيقرش ده الاورطه واللي بيبرانش ده البالمونري. الاورطه از اولويز هاير ذان ذا بالمونري ارتري، البالمونري ارتري بيكون انتيريور اند تو ذا ليفت تو ذا اورطه في النورمال ريليتد ارتز. انا كده نورمال ريتد جريد ارتز، انا كده خلصت. في سؤال، الفرق ايه بين وضع البروب عند 12 و6؟ مش المفروض نفس الفيو من القلوب؟ او ما ده كلام مظبوط صح، يعني حضرتك عندك حق، لكن مش ممكن اوريكم فيو هو الدكتور يعني ليه ملحوظة جميلة، هو الريفيو نفس اللي هو بيقوله. اه بالظبط، احنا ممكن نجيب نفس الصورة لكن مقلوبة شوية، فهجيب لكم فيديو واضح جدا. هو انتوا شايفين ان في فيديو شغال؟ انتوا شايفين الفيديو اللي انا مشغله ده؟ معلش حد بس يرد ولا لسه؟ اه شايفينه؟ طب كويس، هو ده الفيو اللي بيقول عليه الدكتور ان انا ما بين 9 وما بين ما بين الساعة 6 وما بين الساعة 12 هشوف نفس الفيو بس مقلوب. اه هو ده بالظبط اللي حضرتك قصدك عليه، انا شايف هنا الاي في سي وشايف هنا الاس في سي عادي خالص بس بشكل مقلوب، نفس الكلام وادي الترايكاسبيد وادي الرايت اتريم، هو بالظبط الفيو، لكن شويه المانيوبيليشن عند لما تبقى عند الساعه 6 بكون جايب البايكيفال فيوز افضل. عند الساعه 12 شويه ما بتشوفش الاس في سي، لكن في فيو زي ده عادي. عند الساعه 12 عادي جدا، اللي هو الثلاثه تجميعات اللي احنا قلناهم في الاول، شفت الابدومينال سايتس وبعد كده لفيت عملت تلت البروب يمين. اه ممكن في يعني لو حد ايده حلوه كويس يعني يقدر ان هو يجيب في الفيو ده الاي في سي والاس في سي في نفس الفيو، يعني كانه بيجيب باي كيفال فيو مقلوب. الدوبلر ابلكيشن في السب كوستال فيو في الاورطه هي دي محاضرة لوحدها، ممكن ارفع لكم على الجروب الفيديو اللي انا عامله على القناة للابلكيشن بتاعة الاورطة، لان انا صعب ان انا اتكلم في المحاضرة عن الحاجة والابلكيشن بتاعها، لان الابلكيشن بتاع السبكوستال كتير جدا فصعب ان انا لمه. ممكن ابعت لكم يعني الفيديو اللي انا كنت عامله. انا برضو مستني لو حد عايز يقول اسئله لغايه ما افتح لكم كيس تي جي اي عشان تشوفوا الوضع. اتمنى يعني ان يكون عندي حاجه يعني جاهزه، يعني يكون حاجه واضحه في الاركايف، يعني لو حد عايز يسال ممكن يكتب لغايه ما افتح حاجه يعني.
شكرا جزيلا دكتور إيمان، العفو يا دكتور أمير. في تسلم يا أسئلة حبيبي. أو في حد سأل أو حاجة؟ بس أنا بشوف حاجة في الأرشيف فمش فاهم. أيوة أيوة أنا سامع، لو حد عايز يسأل أنا معاك. يعني لو حضرتك شفت الأسئلة اللي في Q&A؟ يعني افتحها تاني. تمام. The proof is not present in subcostal view. بصوا، في حد بيسأل بيقول هو ازاي البروب مش بيربنديكولار، يعني بالعكس، يعني ان هو بارلل للانترال سيبتم في السبكوستال فيو. يعني هي عايزه شويه ايماجينيشن شويه. يعني هو انت الليفت اتريوم، هو الفكره ان الرايت اتريوم والليفت اتريوم مش بالريليشن اللي انت متخيلها، اللي هو ايه، يمين يمين شمال شمال. هو في يمين وشمال، لكن برضه في انتروبوستيرور ريليشن شيب. يعني هي 3 دي ريليشن شيب. الرايت اتريوم يمين والليفت اتريوم يمين شمال، اوكي، لكن في انتروبوستيريور ريليشن شيب برضه. فالليفت اتريوم هو بوستيريور ستراكشر للرايت اتريوم، فالرايت اتريوم قدامه. فانت لما تاخد بالبروب كات من عند الابدومين، فانت هتاخد كات كانك قاسم الهارت لجزء انتيريور وجزء بوستيريور، فهيبان لك الانتر اتريال سيستم بالشكل ده، كأن تفاحه كده وانت شقتها. فالليفت اتريوم مش شمال والرايت اتريوم يمين، فانت كده عمودي عليه. لا، هو الليفت اتريوم في انتروبوستيريور ريليشن شيب، فالانتر اتريال سيبتم لا، هو كأن التفاحه وشها ليك. فلما تاخد قط كده هتقطع عن الليفت اتريوم ورا والرايت اتريوم قدام، فطبيعي ان الانتر اتريال سيبتم هيكون بارلل للقط بتاعتك. المنطقي لو انت بتفكر ان ده شمال صرف وده يمين صرف، ان انت تبقى عمودي عليه مش بارلل. لكن هو في الحقيقه ان في انتروبوستيريور ريليشن شيب، ان الليفت اتريوم ورا والرايت اتريوم قدام، فالقط دي هتبقى بارلل. ازاي الاي في سي يتبع الرايت اتريوم؟ هو الموضوع بسيط. ما هو الاي في سي هيدرين فين؟ هيدرين في الرايت اتريوم. فلو انا متاكد او انا شايف ان الاي في سي ناحيه الرايت، يبقى انا اللي فوق ده شايف رايت اتريوم. يعني لو الاي في سي ناحيه اليمين، يبقى الاتريا ده ناحيه اليمين، لان هو في الاخر هيصب فيه يعني. لكن الليفت اتريوم، لكن لو لقيته ناحيه الشمال، الاي في سي ناحيه الشمال، يبقى ناحيه الشمال ده هو الليفت اتريوم. المهم ان انت تكون متابع الاورطه ازاي والاي في سي ازاي، لان في حاجات يبقوا الاثنين يمين، او ما تشوفش اصلا اي في سي، او ان انت تشوف الاورطه يمين والاي في سي شمال. يعني في فروقات كتير تطلع ان ده سيتس انفيرسس، ده امبيجوس، ده ايزوميريك. لكن في النهايه اعرف النورمال، ان الليفت لو الاورطه شمال يبقى اللي فوق ليفت اتريوم، لو اليمين اي في سي يبقى اللي فوق رايت اتريوم. يا محاضرة تقيلة يا جماعة، أنا عارف يا ساب كوست، أنا بهرب منه من زمان. عشان كده أنا مأجله، يعني بحس، يعني تخيلوا بقى إحنا لو كنا بدأنا الكلام ده في أول محاضرة، بس يعني كانت الكونجينيت الإيكويل كانت قفلت على اللي إحنا عملناه ده. المشكلة أنا معايا فيديو المتاح معايا دلوقتي. طيب، لا يعني أعتقد ممكن نعرضه نشوف كده، يعني لو هو واضح. طيب انتوا شايفين كده الكيس دي معايا واضحة؟ في ايكو فيو انا بعرضه باين شغال عندكم على السكرين. يا جماعة واضح؟ طيب تمام، اوكي. طيب تعالوا كده نشوف ده اكزامينيشن عادي خالص. تعالوا كده نبدأ. للأسف دي مش الايكو ماشين المين اللي انا شغال معاها بيها، يعني ده جهاز اكزاريوم 100، فمش نفس جودة الجهاز اللي كنت بعرض بيه الصور. فتعالوا نشوف كده.
ده عادي اورطة اهو يعني، بس يعني الجودة مش قد كده. ده الانتر اتريال سيبتا ما هو، وادي البوس اتريوم، دي صورة اوضح شوية. من عندي هنا واحد اتريوم هنا، وده الاتريوم اخر. طيب هبدأ ابص انتيرو شوية، ده البايكيفال فيو، ادي الاس في سي، ادي الاي في سي، ادي الرايت اتريوم، ده الترايكسبيد، ده الار في. طيب هبدأ اطلع انتيرو شوية، قصدي هعمل تلت انتيرو شوية، بشوفه كده الشكل اللي انا هبدأ اشوفه. شايفين هنا في برانش طالع من الحتة دي، وبصراحة أنا مش قادر أحدد الجريد أرتري ده هو الأورطة ولا الأي في سي. هو أنت يبان لك هنا إن هو بيقرش، بس يعني أنت مش هتقدر تقول إن هو بالقرش غير لما تقول إن هو هاير زان الأرتري التاني. فأنت مضطر عند اللحظة دي إن أنت تعمل تلت أنتيرو كمان وتشوف الأرتري اللي جاي هل هو أعلى ولا على ليفر لور زان البرانش ده. لو لقيت البرانش التاني اقل منه يبقى ده الاورطه، لان التاني هيبقى البالمورا. طب تعالوا شوفوا كده التاني، لا ده التاني هنا اعلى، يعني ايه مش هتبان قوي، دي ممكن تبان فيها اكتر. مش دي برضو في كان في فيو واضح، ثواني، لا برضو مش دي ولا دي. حقيقي مش واضح سب كوستال في الايكو ده، متهيألي ماشي. طيب هجيب لكم فيديو اوضح في ده، لكن هنا بس انا عايز اديكم فكرة شوية. لو انا بصيت اهو، ايوه هو ده. تعالوا كده بصوا يا جماعه، الصوره دي من غير كلر بس كده، ركزوا معايا. شايف كده ان البرانش الهاير، ادي برانش عندي هنا او جريت ارتري اهو، تمام، وده جريت ارتري تحتيه. يعني انا عندي هنا تو جريت ارتري، واحد هنا وواحد هنا. اللي طالع من الناحيه اليمين ده، ده كان المفروض يكون البالمونري. ازاي هو هاير ليفل يعني اعلى هنا كده، تمام، من البالمونري؟ اذا ده مش البالمونري، ده الاورطه. يعني ده هقول عليه الاورطه لانه هو هاير زان البرانش ده، يبقى انا الجريد ارتري ده هقول عليه ده البالمونري، ده كان المفروض يكون مكان الاورطه. وهقول هنا ان ده الاورطه لان هو الاعلى. يعني فيو زي ده اقدر اقول عليه ان ده عينه تي جي ايه من الفيو ده. ثواني برضو ممكن نجيب فيوز اوضح، نتمنى ان يبقى في حاجه انا كنت اخد عليها كلر. ما فهمت ليه الصور الاولانيه ما كانتش واضحه، لان دي تو ستادز على بعض. دي واضحه شويه. انا عندي هنا في ستراكشر اهو، وفي ستراكشر فوقيه لو تاخد بالك من الازرق ده، وفي فوقيه ازرق تاني. الازرق التاني ده طالع من الناحيه اليمين، وتاخد بالك هنا لو تركز قوي الجريد ارتري ده مقسوم برانشين اهو، مقسوم اتنين، ده الرايت بالمونري والليفت بالمونري، دول تو برانشز، يبقى ده البالمونري ارتري. يعني كونجنتال بهذه الدقة وبهذه الصعوبة، للأسف. يعني شوف انت بتبص على حاجات ممكن تكون الايكو ماشين مش جودتها مش عالية زي الايكو ماشين دي، لكن الفيو ده المفروض ان انت في اللحظة دي تقول ان العين ده تي جي ايه، لان انا شايف هنا في فيزل طالع وتحتيه فيزل تاني الاندر سيرفيس بتاعه، يبقى ده البالمونري طالع من ال في المايترال اهو مش ناحيه السبتم، فيبقى ده ال في مطلع بالمونري. وعندي الترايكاسب ده اهو اتاجد لل، ممكن اهدي الفريم ريت شويه عشان الصوره تبقى ابطا بالنسبه لكم تبقى اوضح. ادي الترايكاسب ده اهو عامل سته الاتاتشمنت، وطالع منه مين؟
البرانش اللي فوق ده، يبقى اذا الار في مطلع الاورطه، والميترال اللي هو ده ال في مطلع البالمونري بالشكل ده. هتلاقي هنا في فلو ازرق فوق وتحتيه فلو ازرق تحت، اللي فوق طالع من الار في، الاحمر اللي داخله دي بي دي ايه. ده فيو بالمناسبه للحاله بعد ما عملنا لها رش، كان الانتر اتريال سيبتم ريستريكتيف، انا وريه لكم قبل الراشكند. الحاله دي ممكن كانت من 3 سنين ولا حاجه. بصوا كده الانتر اتريال سيبتم، لا دي برضو كانت بعد الراشكند. دي حاله كانت عامله راشكند. شوفوا الانتر اتريال سيبتم في ديفكت كبير، ده عملنا لها راشكند سيبتوستومي، هو بقى يعني ايه شارع اي اس دي شارع بالشكل ده، بحيث ان هو يبقى فيه ميكسنج للبلد كويس على مستوى التو ليفلز. الفاليو بتاعت البايكيفال فيو، اول حاجه تشوف اي ابنورمال كونكشنز للانتيرور فينا كيفا او السيبرو فينا كيفا، يعني مثلا التوتال انومالس بنوي فينا ريتيرن او البارشال انومالس بنوي فينا ريتيرن. هتلاقي في الفيوز دي في ابنورمال فين داخل هنا او ابنورمال فين داخل هنا. الحاجه الثانيه ان انت تشوف ان في تناسق ما بين الفلو بتاع الاي في سي والفلو بتاع الاس في الاي في سي الاس في سي. الطبيعي ان الفلو بتاع الاي في سي يكون اكتر من الفلو بتاع الاس في سي، لان الاي في سي بيدرين اللور بارت اوف ذا بودي كله من اول التو ليجز والابدومين والسوركس والكلام ده، لكن الاس في سي بتاع الهيد والنك بس. فطبيعي ان الفينس ريتيرن من الاي في سي يكون اكتر كتير من الفينس ريتيرن بتاع الاس في سي. طب لما الاقي الاس في سي البلاد بتاعه دوميننت وحاسه اكتر كتير وديستندد جدا عن الاي في سي، فده هيديني انطباع شويه ان ممكن يكون في ابنورمال فين دريننج في الاس في سي، فيبقى في ابنورمال فينوس درينج او بالمونري فينوس درينج، يعني توتال انوس بالمونري فينوس درينج او الكلام ده. الاي في سي بالنسبه لي لو في فين داخل فيه اللي هو السيمتر سندروم مثلا، فده مهم. الحاجه الثانيه الانتر اترال سيبتم انت شايفه كويس، فده الفيو مثلا الوحيد اللي ممكن تشخص فيه الساينس فينوسس ديفكت، هو والرايت باراسترنال، بس يعني الرايت باراسترنال ده سوفيستيكيتد قوي يعني. وفي حد هيسأل تاني؟ مش عارف جاوبت على كل الأسئلة، متهيألي جاوبت. لو حد عنده أي سؤال تاني يقول وأنا معاكم. طيب بشكركم طبعا على الويل الأول، كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا خصوص شهر رمضان قرب، مع تقريبا 10 أيام، كل سنة وحضراتكم طيبين. فغالبا الويلز بتتوقف في رمضان، فيعني بالتنسيق مع يعني شير بيرسون في الاي او بي، غالبا الويل كده المحاضرات المحاضرة أو الاتنين الباقيين هتبقى إن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله. فأعتقد يعني لو الويلز هتقف في رمضان فإحنا كمان هنقف، ونتقابل بقى إن شاء الله بعد رمضان. ريفان، أيوه. ازاي حضرتك يا محمد؟ ليه المحاضرة؟ أهلا وسهلا، إزيك يا دكتور محمد؟ احنا حابين بس نشكرك والله على مجهودك وتعبك، يعني فعلا ربنا حبيبي يبارك فيك، والله مجهود عظيم وحاجة يعني عظيمة جدا يعني. إيش إيش يا دكتور محمد، ربنا يخلي حضرتك. واحنا دايما مع حضرتك يعني، هننسق بإذن الله، حتى لو حضرتك مواصل معانا في رمضان هننسق لها بإذن الله يعني، يعني إن شاء الله نوعد بكل خير بإذن الله يعني. إن شاء الله، خلاص تمام. فاحنا معاك بقى لما يكون في جديد هنأبديت الناس بإذن الله يعني، خلاص أوكي ماشي تمام. إن شاء الله. إن شاء الله. وأكرر شكري والله عن نيابة عن كل الزملاء يعني. العفو العفو دكتور محمد.
شكر وصل لكم طبعا يعني مجهوداتكم العظيمه يعني في الاي او بي في الويل دي وباقي الويلز والنشاط على الجروب، طبعا هو ده المجهود اللي يستحق الشكر حقيقي يعني. ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يبارك فيك. ماشي دكتور محمد، ماشي يا تمام، جماعه، شكرا لحضرتك. العفو تصبحوا على حبيبي، خير. العفو، تصبحوا على خير دكتور تصبحوا ايفان. على خير، ماشي، مع مع السلامه. السلامة. مع السلامة.